قال تعالى فإن تولوا، إن أداة شرط تلزم الفعل المضارع ولها فعل شرط ولها جواب شرط. فإن تولوا الجواب فقل حسبي الله. من نتائج التولي أن يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول حسبي الله. أيضا من نتائج التولي كما في سور أخرى ما ذكره عز وجل، قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، أي من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم. وقال تعالى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ولذا طمأن الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وبين ماذا يجب عليه عند إعراض هؤلاء. قال تعالى لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ما الذي بعدها؟ إنما يستجيب الذين يسمعون، سمع انتفاع، والموتى وهم الكفار لأنهم موتى قلوب يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والآيات في هذا المعنى كثيرة.